رائحة الموت في كل مكان، وهذا يشير إلى وجود جثة أو عدة جثث تحت هذا الركام أو ذاك. إنها الموصل القديمة التي تتحدث الإحصائيات عن كارثة إنسانية حقيقية لثمانمائة ألف مدني فيها. هذه إفادة مراسل قناة الرشيد الفضائية أرشد الحاكم، إنه شاهد عيان. يعني ربما يعجز الشعور عن وصف ما شاهدناه في المدينة القديمة بالتحديد. يعني شنو شعورك، شعور أي مواطن عراقي من تتقاك طفلة جريحة وتقول لك عمو الله يخليك ساعدني، أخويا تقطع أو عائلتي تحت الأنقاض كلها؟ يعني في ذاك الظرف ما حد يقدر يحصي عدد القتلى، هنالك جرحى قد استشهدوا، قسم تحت الأنقاض، قسم جرحى واستشهدوا، قسم بنيران قناص داعش، بهوانات تنظيم داعش، لكن لحد الآن حصيلة رسمية دقيقة لا توجد. حد الآن ما زالت أعداد كبيرة من العوائل تحت الأنقاض وتحت الركام. العودة إلى المنزل بات حلم بعيد المنال، بعيد المنال، بعيد المنال.